شكرا سيد الرئيس سيد الوزير السؤال يتعلق بحصيله الموسم الجامعي واللي من خلاله نود ان نتوجه ومن خلالكم طبعا لبعض مسؤولي الجامعه المغربيه على ان التوشح بالرمز الفلسطيني لا يمكن ان يكون محل ازدراء او استخفاف بل هو شرف وفخر لكل مغربي ومغربيه شكرا و على السؤال تنظن بان داك راي شخصي ديال ديال الاستاذ تنظن بان ما ندخلوش فهاد فهاد السياق هذا ربما غلط ماشي ماشي كل انسان كيقدر كي يغلط باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس